طبعا هيك خطوات كثير مهمه تتنفس ضمن الداخل، يكون النساء داخل صوت يطلع للخارج يعبروا فيه عن مطالبهم اللي بتمسهم بشكل شخصي، وكون هن من الفئه المتضرره جدا ضمن السنين الاخيره اللي مرت علينا. واجبات في بيتها، فانا اليوم بكون مثلا في رياض اطفال رغم عدة يعني تكثيف الدورات تمكين المرأة، إلا أنه المشاركة لحد الآن هي نسبية ضعيفة جدا بمفاصل القرار أو بالعمل السياسي نحكي بشكل عام. طبعا هذا بيعود لعدة أمور، منه العادات والتقاليد، منه الوضع الاقتصادي، منه ضعف الخبرة السياسية بسبب الحقبة الماضية، حقبة الأسد. بيان هو عبارة عن عدة قرارات، هاي القرارات أو هاي المتطلبات اللي راح نرفعها لمنظمة يو إن وومن. نحن حابين انه يكون في آلية عمل مشتركة بين منظمات المجتمع المدني الموجودة في الداخل. دعينا منظمات متعددة حاليا في هذا المؤتمر لناخذ آرائهم، لنسمع منهم، لانه نقدر نكسب تأييدهم للبيان اللي نحن اطلقناه ولتوصيف المرأة بشكل اكبر بمجال القيادة. بداية من إلحاحهم على إسقاط ميليشيا أسد، وصولاً لمشاركة النساء سياسياً وفي صنع القرار، تبلورت مطالب بيان المناصرة الذي تم إطلاقه من قبل مكاتب المرأة والطفل في جبل الزاوية بريف إدلب. ميرنا الحسن، أورينت نيوز، مدينة إدلب.